السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتابع اليوم ما تبقى من شابتر 1 عندنا في الموبايل ابليكيشن. وقفنا عند هذا السلايد اللي هو الاسنس اوف موبايل ديفايسز. راح نتكلم عن الاسنس اللي هو الجوهر حق اجهزة الموبايل، اجهزة الجوال. ايش هو الجوهر حقه؟ يعني بمعنى اخر ايش هو الجوهر اللي موجود في الموبايل ديفايس واللي يميزه عن باقي الاجهزة؟ يعني ليش احنا يعني نبغى نتعلم الموبايل ديفايس؟ ليش احنا نبغى نسوي ابلكيشن يشتغل على الموبايل؟ ما هو الجوهر اللي يتميز فيه الموبايل ديفايسز؟ ليش احنا راح نركز على اللي هو الموبايل؟ وليش احنا راح نركز ان احنا نبغى نسوي والله ابلكيشن يشتغل على الموبايل؟ ما نبغى نسوي ابلكيشن يشتغل على شيء ثاني غير الموبايل، لا بالعكس يهمنا انه هو يشتغل على الموبايل. ايش الجوهر او ايش الاشياء اللي تميز الموبايل ديفايس؟ اول حاجه اللي هو الحمل، او يعني اللي زي ما نقول انه هو جهاز محمول، انه هو متاح باي مكان وباي وقت. يعني اكثر شيء يميز الموبايل، انا عارفه انه اي احنا زي ما احنا عارفين كل واحده جوالها راح يكون متاح لها بكل مكان تروح له معك جوال. اي مكان اروح له راح يكون معي جوالي، اي مكان اروح راح يكون معي جوالي، باي وقت ابغاه راح يكون معي جوالي، فلان الجوال راح يكون متوفر في كل مكان وفي اي وقت. هذا السبب الاول. السبب الثاني لانه اصلا الموبايل صار يدخل بحياتنا يعني الحياه اليوميه، اوكي صار يدخل بالديلي لايف يعني بالحياه اليوميه. انا بحياتي اليوميه كل يوم وكل ساعه وبكل وقت معي جوالي في حياتي، في اللايف، اوكي في حياتي، في الورك، في شغلي، حتى معي جوالي لما العب او لما اسوي بلاي معي جوالي، لما ادرس كمان معي جوالي. يعني الجوال او الموبايل داخل في الحياه اليوميه، من حياه، من عمل، من شغل، من 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 لعب، من دراسه، من كل شيء، فهو داخل بالحياه كلها. يعني عشان كده هو مره مهم. يعني انا لما ادرس معاي جوالي اسال منه، اسال عن الاختبارات، اسال عن المراجعات، اسال عن تجميعات. لما العب برضو العب بجوالي، في عندنا ابلكيشن العاب كثير بالجوال. لما اشتغل حتى وورك اشتغل في العمل ابحث عن اشياء في جوالي. في الحياه اليوميه برضو اتكلم مع جوالي. يعني الجوال مو بس جوال وخلاص، مو بس مكالمات وخلاص، مو بس اتصال وخلاص، مش بس يعني رسائل نصيه وخلاص، لا. الجوال الان في العصر الحالي صار عبارة عن حاجة يومية، وصار عبارة عن يعني برضو فيه تواصل اجتماعي. يعني أنا راح أعرف حياة الناس، وراح أعرف البيئة اللي أنا عايشة فيها، وراح أعرف المجتمع وأشياء أخبار المجتمع كلها من جوالي. فالجوال اليوم مو بس يعني أساس وضرورة، برضو يدخل فيه أنه هو عشان يعني تواصل اجتماعي كله بالجوال، فلأنه داخل أصلاً بحياتنا اليومية. عشان كده هو مره مهم، لاني اقدر يعني لاني راح اخذه معاي بكل مكان وباي وقت. عشان كده هو مهم، مو زي اللابتوب مثلا. اللابتوب لا، انا ما اخذه معي بكل مكان، ثقيل، اوكي اخذه معي اماكن معينه، ما القاه بكل وقت برضو لانه ثقيل. بس انا الموبايل لا، في جيبي طوال الوقت، اوكي. فقال لك برضو هنا من كمان من الجوهر او من الاشياء اللي تميز الموبايل انه هو راح يمثل، اوكي راح يمثل ويعرف صدق يعني المستخدم بالضبط او اليوزر بالضبط. يعني انا الحين اقدر اعرف شخصيتك، اقدر اعرف معلوماتك، اقدر اعرف كل شيء بس من جوالك. اقدر اعرف ايش تحبين، وين تروحين، وين تجين، ايش فكرتك، ايش فكرك، ايش تحبين، ايش تقرين، كله من الجوال. فالجوال يمثل كانه هويه المستخدم، او يمثل تعريف او نظره عامه عن هذا اليوزر. فمن يعني من فوائد الموبايل انه هو راح يمثل اليوزر هذا صدق، ويعرف بالضبط اليوزر ايش يبغى. فقال لك هنا ان الموبايل much more than just a small computer. يعني الموبايل هو اكثر بكثير من انه مجرد جهاز صغير وخلاص، بالعكس هو يمثل اليوزر. الموبايل اكثر بكثير من انه هو بس جهاز صغير وخلاص، لا هو يمثل اليوزر، ويمثل كل حاجه تخص اليوزر. فهذا برضو من يعني جوهر حقه. كمان من اعظم مميزات الموبايل انه هو راح يجيب لك الاوتسايد، راح يجيب لك الاوتسايد وورد، راح يجيب لك العالم الخارجي. كيف راح يجيب لك العالم الخارجي؟ يعني انا عن طريق زي ما قلنا عن طريق الموبايل انا عندي سينسينج اللي هي الاستشعار. يعني زي ما قلنا انا لما اسوي والله ابلكيشن يشتغل على الموبايل، هذا الابلكيشن احيانا ابغاه يكون يعني ياخذ استشعار من العالم الحقيقي. مثلا لو انا راح اسوي مثلا تطبيق يشتغل على الموبايل، هذا التطبيق يكون للمرضى، مثلا مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الامراض كثيره يعني الله يشفينا وياكم. فممكن هذا الجهاز يستشعر والله ضغطها مرتفع، ضغطها منخفض، مثلا سكرها مرتفع، السكر منخفض، الحراره مرتفعه، حراره منخفضه. فانا ممكن اسوي ابلكيشن يشتغل على الموبايل بحيث انه يستشعر من اجهزه خارجيه، سواء كان هذا الجهاز اله او انسان يعني جلد بشري. كمان زي مثلا عندنا الحين جوجل ماب، لما انا اسوي تطبيق او ابلكيشن يشتغل على الموبايل يسوي استشعار من العالم الخارجي، يشوف الطريق اللي هنا اقرب او الطريق اللي هنا اسرع، الطريق اللي قدام راح يكون فيه زحمه. فهذه برضو انه من مميزات الابلكيشن او سوري من مميزات الموبايل انه هو راح يجيب لك
العاب الخارجي، كيف راح يجيب لك العاب الخارجي؟ عن طريق الاستشعارات وعن طريق اللوكيشن. يعني انا ممكن برضو عن طريق الموبايل ارسل اللوكيشن حقي لصاحبتي، فصاحبتي تجيني لحد مكاني عن طريق اللوكيشن اللي انا ارسلته اياه. فانا جبت العاب الخارجي عن طريق اللوكيشن، برضو عن طريق الكوميونيكيشن، الكوميونيكيشن اللي هو الاتصال. يعني انا ممكن عن طريق الموبايل مثلا اكلم اتصل على صاحبتي، فانا وصل عندي وصل صوت صاحبتي لعندي عن طريق الموبايل. وصل مثلا انا اخذت مثلا اخذت فويس نوت من صاحبتي، وصل عندي الفويس حق صاحبتي من ايش؟ من موبايل. فهو جاب لي العالم الخارجي اما عن طريق كوميونيكيشن او استشعارات او لوكيشن. يعني انا الموبايل راح يتخلى شيء من العالم الخارجي، اما عن طريق استشعار، عن طريق موقع، عن طريق اتصال او كوميونيكيشن. طيب، ومن امثله بعد على هذا الشيء برضو عندنا الحين احنا سووا مثلا شركه ايفون او شركه ابل، الان سوت ابل موبايل يكون متطور، بحيث انه انا بس لما احط اصبعي على الموبايل يقيس درجه حراره. فالان هذا الموبايل جاب لي معلومات من العالم الخارجي، جاب درجه حرارتي مني انا عن طريق الاستشعارات. برضو انا ممكن الحين مثلا اكون مشتهي مطعم او ابغى اقرب محط بنزين، فبس افتح الموبايل واكتب مثلا اقرب محط بنزين، فراح يجيب لي موقع اقرب محط بنزين. فهو جاب لي موقع من العالم الخارجي، جاب لي اتصال من العالم الخارجي، فهو راح يجيب لك اشياء من العالم الخارجي. فهذه من اكثر الجوهريات اللي يتميز فيها الموبايل. يقول لك الان بعد هذا كله ان الموبايل الان يعتبر الان الموبايل هو دوميننت اند يوزر ديفايس، هو الجهاز او الجهاز المتعارف فيه عند اغلب اليوزر، وهو الجهاز المهيمن عند اغلب اليوزر. يعني اي مستخدم عندي الان ما في احد يقدر يعيش بدون موبايل، الكبير الصغير قبل الكبير، اي احد مع موبايل فهو يعني الجهاز المتوفر مع اغلب اليوزر. طبعا هذه اشياء مو معاكم اللي هي لينك للقراءه. اوكي طيب، فهذه يعني بس مقالات حاطين لكم اياها عشان يثبتوا لكم انه فعلا موبايل يعتبر الان جوهر ولا غنى عنه. فيقول لك هنا من هذه من احد المقالات اللي سواها او من احد الاحصائيات اللي سواها الامريكان، انه 81% من الامريكان الان عندهم اجهزه ذكيه، وهذه احصائيه جديده سواها في عام 2019 في شهر فبراير اللي هو الشهر الثاني. فهنا معطيك مجموعه مختلفه او مجموعه متنوعه من السمارت فونز، من الاجهزه الذكيه. فيقولك إن الأجهزة الذكية مو بس جهاز واحد أو نوع واحد أو شكل واحد، لا، هي أشكال مختلفة، أحجام مختلفة، وبرضو قدرات وسعات مختلفة. ممكن يكون عندي برنامج أو جهاز يكون سعته يحمل يعني بيانات كبيرة أو مستعد إن يحمل مساحات كبيرة، جهاز ثاني يكون أقل مساحة تخزين، برضو أحجام مختلفة، جهاز يكون كبير، واحد أصغر حجم، أشكال أيضا مختلفة. فيعني كل واحدة راح يكون لها أشكالها المختلفة وأحجامها المختلفة وسعتها وقدراتها المختلفة. طبعا كل واحدة من هذه الأجهزة من شركة مختلفة، مثلا عندي هذه الآيباد من شركة أبل، عندنا هنا السامسونج هذا التابلت اللي هو من شركة جوجل. أوكي، معروف أن سامسونج من شركة جوجل، الأجهزة الآيفون أو أجهزة الآيباد من شركة أبل، مثلا عندنا بعض هنا شركة أمازون، بعضها نينتندو. فهنا عندنا شركات مختلفة تصنع سمارت فون. هنا نتكلم عن موبايل ابلكيشن ديفلوبمنت تشالنج، اللي هي ما هي التحديات اللي راح تواجهنا في تطوير الموبايل ابلكيشن. يعني انا كشخص او انا كمبرمجه لما اجي ابرمج او اطور ابلكيشن يشتغل على الموبايل، اكيد راح تواجهني بعض من التحديات او بعض من العوائق. فهنا ايش هي العوائق هذه؟ طبعا السؤال هذا او هذا السلايد يعتبر مهم، يعتبر اهم سلايد بدينا فيه حاليا. ممكن يجيكم مثلا اختياري، عددي، ترو فولس، اي حاجه. يعني من ابرز التحديات اللي تواجهني لما اجي اطور انا موبايل ابلكيشن، موبايل يشتغل او ابلكيشن يشتغل على الموبايل، اللي هو التنافس. زي ما احنا عارفين احنا عندنا شركات كبيره زي شركه ابل، شركه اندرويد، شركه مثلا انكل، شركه امازون، شركه ريم، شركه اتش بي، كل هذه الشركات هي تتنافس مع بعض. يعني الحين لما شركه ابل تنزل موبايل، تنزل ابلكيشن يشتغل على الموبايل، اوكي، ممكن تجي شركه اندرويد تنزل نفس الابلكيشن بس انه مثلا احسن او انه اسرع او انه احسن كفاءه، احسن موثوقيه. فكذا صار في تنافس بين شركه ابل وبين شركه اندرويد. اوكي، فانا عندي ممكن يعني شركات تتنافس، زي ما احنا عارفين هذه الشركات، كل هذه الشركات تتنافس مع بعض عشان يعني كل واحد يطلع ابلكيشن احسن من الثاني. مثلا لو عندي شركه ابل طلعت لي ابلكيشن يكون كويس وكل شيء، ممكن شركة اندرويد تطلع نفس الابليكيشن نفس المميزات بس افضل، مثلا تخليه مثلا يشتغل بكل مكان، تخليه مثلا سريع، تخليه مثلا سريع الاستجابة، فكذا تفوقت شركة اندرويد. ففي منافسة بين الشركات على موضوع انه هم يسوون الابليكيشن تشتغل على الموبايل، وهذه من اعظم التحديات اللي تواجهها التنافس. اي احد في اي بيئة، في اي بيئة عمل اكيد في تنافس.
انا الحين كمبرمجه ممكن اطلع سيستم او اطلع انا ممكن انا كمبرمجه اسوي ابلكيشن يشتغل على الموبايل ويكون الابلكيشن حقي مره كويس ومره كل شيء فيه كويس، بس يجي احد ثاني ينزل نفس الابلكيشن بس انه مثلا اسرع من حقي ما يعلق، فاذا صار في تنافس هو افضل مني. اوكي طبعا هنا يقول لك يجب علينا او يجب علينا احنا كمبرمجين او احنا كمهندسين او حتى الشركات يجب عليهم انهم لما يسوون ابلكيشن يشتغل على الموبايل يكون ملتي بلاتفورم. ايش يعني ملتي بلاتفورم؟ يعني يكون ملتي يعني متعدد، بلاتفورم يعني منصه. اوكي فيكون متعدد المنصات، بمعنى انه انا كشركه او انا كشخص لما اجي ابرمج وانتج موبايل ابلكيشن يشتغل على الموبايل لازم يكون متعدد المنصات، بمعنى انه هو يشتغل على اكثر من نظام، ما يشتغل على نظام واحد فقط. يعني تخيلوا انا الحين كمبرمجه سويت ابلكيشن يشتغل على الموبايل، ولكن هذا الابلكيشن سويته يشتغل فقط على الموبايل اللي يكون نظام تشغيل حقه ابل، ما يشتغل على نظام ما يشتغل على الموبايل اللي يكون نظام تشغيل حقه اندرويد. فكذا انا ايش؟ انا خسرت، لانه في كثير ناس او في كثير يوزرز او في كثير مستخدمين يحبون نظام الاندرويد ويستخدمون نظام الاندرويد، في الابلكيشن اللي انا سويته او هذا ما راح يشتغل على الاجهزه حقتهم، ما راح يشتغل على نظامهم. فلازم انا اراعي لما اسوي انا اي ابلكيشن يشتغل على الموبايل يكون يشتغل على كل الانظمه، ابل، اندرويد، امازون، ريم، اتش بي، يكون متعدد منصات، ولا راح اخسر يعني في امل المجتمع. خصوصا لما اسوي ابلكيشن خصوصا يعني لازم اتاكد انه يشتغل على الاقل على نظام الابل ونظام الاندرويد، لانهم هم اكثر انظمه شيوعا لفتره. اوكي فمن امثله على ذلك بنات الحين مثلا عند شركه ابل، مثلا تخيلوا معايا شركه ابل سوت الان ابلكيشن يشتغل على الموبايل، يعني سوت موبايل ابلكيشن، سوت ابلكيشن يشتغل على الموبايل، ولكن الابلكيشن هذا اللي سوته شركه ابل يشتغل فقط على نظام حقهم، على نظام ابل اللي هو الاي او اس، ما يشتغل على نظام الاندرويد. اوكي فبالتالي انه نظام ابل شركه ابل الان راح تخسر، لانه في كثير من المستخدمين وكثير ناس حول العالم يستخدمون نظام الاندرويد، فمعناته ان الابلكيشن هذا اللي سوته شركه ابل اللي ما يشتغل الا بس على نظامهم اللي هو الاي او اس، كذا ما حد راح يقدر يستخدم هذا الابلكيشن الا بس اللي عنده جهاز ابل، اللي ما عنده جهاز ابل ما راح يقدر يستخدم الابلكيشن، فراح يقل انتشاره وراح تخسر شركه ابل. المفروض انه شركه ابل لما تجي تسوي اي ابلكيشن تخلي هذا الابلكيشن متعدد منصات، بمعنى انه مو بس يشتغل على نظام شركتها، لا يشتغل على جميع الانظمه، يشتغل على اندرويد، يشتغل على نظام الاي او اس، يشتغل على نظام الريم اتش بي، عشان تكسب الزباين وتكسب المستخدمين. اوكي هذه اول مشكله تواجهنا، انه في تنافس بين الشركات، في تنافس بين شركات، ولما انا اسوي اي ابلكيشن المفروض اني اخليه متعدد المنصات. طيب التحدي الثاني انه نو ستاندرد ديفايسز، بمعنى برضو من العوائق عندنا اللي تواجهنا او من التحديات اللي راح تواجهنا في انه لما اسوي انا ابلكيشن اشتغل على الموبايل، انه انا ما عندي طريقه معياريه او ما عندي طريقه زي ما نقول ثابته او ما عندي طريقه موحده لكل الاجهزه، انه يكون والله هذا الجهاز غصب انه يكون الجهاز الفلاني ترى راح يكون نظام اي او اس، ولا الجهاز الفلاني ترى غصب راح يكون نظام ويندوز. لا ما في شيء موحد، نو ستاندرد، ما في شيء موحد ان كل جهاز ايش راح يكون نظام حقه. انا على كيفي اقدر اخذ الجهاز واحط عليه نظام اي او اس اللي هو نظام حق ماك، اقدر اخذ الجهاز حقي ايش ما كان وانا احط عليه نظام ويندوز، فالجهاز هو عن جهاز فقط قطعه كذا جهاز، انا احط عليه النظام اللي ابغاه، ابغى احط عليه نظام ماك اللي هو الاي او اس، ابغى احط عليه نظام ويندوز، احط عليه النظام اللي انا ابغاه. فانا ما عندي يعني ما في شيء موحد انه كل جهاز ايش نظامه، فهذا تحدي. اوكي لانه اصلا البنات حتى على فكره الاجهزه حقت ابل الاجهزه الماك اقدر احمل عليها نظام ويندوز عادي، انا هو عباره عن جهاز بالنهايه انا احمل عليه النظام اللي ابغاه. الشيء الثاني او التحدي الثالث اللي يواجهنا وتحدي مهم جدا انه هو لو باند ويث انبوت، يعني انا راح اكون راح استهلك يعني راح يعني لازم انا اوفر او يكون عندي استهلاك قليل من طاقه الشبكه، يعني الشبكه او الانترنت لازم يكون استهلاكي لها قليل، ما ينفع انه انا اسوي موبايل ابلكيشن او اسوي ابلكيشن يشتغل على موبايل ويكون استهلاك كبير جدا من الشبكه، ياخذ استهلاك كبير من الانترنت. يعني تخيلوا انا عندي موبايل جهاز صغير، موبايل يعني جهاز جوال صغير، لو هذا الجوال راح يستهلك قدر كبير من الشبكه معناته انه راح يكون مش كويس، لانه مثلا لو انا بحمل صوره من موقع ساعه على ما تتحمل الصوره، لو انا بحمل ملف ساعه على ما يتحمل الملف، لو انا بحمل فيديو ساعه على ما يشتغل الفيديو، فهذا معناته انه استهلاك كبير من الشبكه. هذا لو هو بس موبايل، كيف لو كان تابلت اللي هو هذا التابلت مثلا، هذا حجم مضاعف معناته راح يستهلك اكثر بعد. فعشان كذا لازم انتبه، ولما انا اسوي اي ابلكيشن يشتغل على موبايل او يشتغل على تابلت يكون يعني الاستهلاك حقه من النت يكون كويس ما يكون قليل.
فلو كان انا عندي الاستهلاك الباندويث اللي هو استهلاك الانترنت يكون قليل او ضعيف لو معناته هذا شيء مو كويس. هذا تحدي يواجهني انه انا لما التحدي اللي يواجهني انه او القضيه او يعني شيء صعب اللي راح يواجهني انه ممكن يكون استهلاكي الباندويث للنت يكون قليل. برضو من التحديات اللي عندنا التحدي الرابع اللي هو ليميتد سكرين سايز، يعني انا عندي حجم الشاشه اللي هو حجم السكرين حجم الشاشه راح يكون محدود، ما راح يكون يعني متوفر دائما. بمعنى انه انا لما اسوي ابلكيشن اشتغل على الموبايل ما ينفع انه اخلي حجم الشاشه اللي هو السكرين سايز، ما ينفع اني اخلي حجم الشاشه محدود ليميتد، لا المفروض انه انا على حسب الجهاز اللي انا راح اتعامل معه يكون يعني حجم الشاشه حقي الابلكيشن حقي ياخذ حجم الجهاز اللي بتعامل معه. فور اكزامبل مثلا هنا حاطط تابلت مثال، مثلا الحين لو انا مثلا بسوي الحين ابلكيشن موبايل ابلكيشن، راح اسوي ابلكيشن اشتغل على الموبايل. طيب الابلكيشن هذا لما انا احطه في الجوال هذا ابغاه ياخذ حجم الشاشه حقه الجوال، نفس الابلكيشن حقي اللي انا سويته لما ابغاه لما احطه مثلا على التابلت ياخذ حجم التابلت. ما خطا او خطا مره اني انا اخلي حجم الشاشه اخليه ليميتد محدود، خطا اخليه محدود، المفروض اني ما اخليه ليميتد. ليش؟ مثلا لو انا الحين مسوي ابلكيشن يشتغل على الموبايل وخليت حجم الشاشه محدود يعني نفس هذا الحجم بالضبط، اوكي، معناته انه لما اشغل الابلكيشن نفسه هذا على التابلت راح يطلع لي كذا بالنص فجاه، نفس بيطلع نفس حجم هذا بالضبط اللي هو بالنص، بيطلع هذا ايش فاضي. فخطا اني انا اخلي حجم الشاشه حقه الابلكيشن حقي يكون محدود، المفروض ما اخليه محدود، المفروض اخليه ياخذ حجم الجهاز اللي انا شغلت عليه الابلكيشن. يعني انا شغلت على ايفون ياخذ حجم شاشه الايفون، شغلت على تابلت ياخذ حجم التابلت، يكون نسبه مئويه اللي راح ناخذها بعدين ان شاء الله اللي هي ريسبونسبل ديزاين. طيب التحدي الرابع، فما نخلي يعني نحاول ان نخلي حجم الشاشه ما يكون محدود، بالعكس ياخذ حجم الشاشه حقه الجهاز اللي هو راح نشغل عليه الابلكيشن. التحدي اللي هو عندنا اللي هو الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، التحدي الخامس عندنا اللي هي الخاصيه اللي بعدها عندنا ان ريلابيليتي ان كونكتيفيتي اند ديفايس، يعني عدم الموثوقيه، انه يعني ما يكون عندي موثوقيه في اتصالي الابلكيشن هذا مع الجهاز حقي. يعني مثلا انا الحين راح اسوي ابلكيشن يشتغل على الموبايل يشتغل على الجهاز حقي، لما انا سويت الابلكيشن شغلته على جهازي انا اكون مو بواثقه بهذا الابلكيشن، ممكن هذا الابلكيشن اوكي يتصل بشكل غير موثوق او بشكل يعني غير موثوق بالجهاز حقي، يا انه عبر شبكه او عبر الطاقه او عبر اشعه الضوء او عبر اللي هي الازعاجات او النويز او عبر اي شيء اخر. فممكن مثلا انا الحين سويت موبايل ابلكيشن، سويت الان ابلكيشن، الابلكيشن هذا اللي راح اشغله على جهازي ممكن يكون غير موثوق، ان ريلابيليتي ما يكون موثوق، يعني ممكن هذا ابلكيشن يتصل مثلا في شبكه اللي شغلتها على الديفايس، او ممكن هذا ابلكيشن مثلا يتصل في الباور الطاقه حق الجهاز، او يتصل مثلا في النور حق الجهاز او الضوء حق الجهاز والى اخره. فالمفروض انه انا ما اسمح الابلكيشن اللي انا راح اشغله على الجهاز انه يتصل في الاشياء حقتها. فممكن يكون عندي عدم موثوقيه، بمعنى انه لما انا اسوي ابلكيشن واشغل هذا الابلكيشن على الجهاز ممكن الابلكيشن هذا يوصل للنتورك اللي هي الشبكه حقت الجهاز، ممكن يتحكم بالطاقه حقت الجهاز، ممكن يتحكم في الاضاءه مثلا حقت الجهاز، يتحكم في استشعارات وشعارات الجهاز، فمو مسموح الابلكيشن هو يتحكم في الجهاز او في اشياء ملحقات الجهاز. فممكن يكون الابلكيشن حقي ما في موثوقيه، ان ريلابيليتي يعني عدم موثوقيه، وهذه من التحديات تواجهنا في بناء وتطوير الابلكيشن. ممكن انا يواجهني ان الابلكيشن حقي يكون غير موثوق، فكيف راح اواجه هذا التحدي؟ طيب التحدي الاخير عندنا، اخر خاصيه عندنا او اخر تحدي راح يواجهنا في بناء الابلكيشن حق الموبايل اللي هو الانتجريشن تريد اوف وذ كلاود اند انتربرايز سيرفيسز، بمعنى انه انا الابلكيشن حقي اللي راح اسويه راح يشتغل على الموبايل لازم يكون متكامل، ولازم يكون يعني يشتغل مع الكلاود ومع الخدمات اللي يقدمها الكلاود، يعني يكون يشتغل مع جميع الخدمات اللي يقدمها لي الانترنت. اول حاجه من التحديات تواجهنا في بناء الابلكيشن يشتغل على الموبايل انه تنافس بين شركات، ما عندي انا معيار او طريقه موحده لكل الاجهزه، ما عندي انا نظام موحد لكل الاجهزه، فهذا شيء تحدي. من التحديات ايضا انه يكون الجهاز حقي او الابلكيشن حقي راح اسويه يكون يعني يستهلك باندويث قليل من الشبكه، هذا تحدي ما نبغاه، انه يكون حجم الشاشات يكون محدود برضه هذا شيء ما نبغاه ويحفر تحدي، انه يكون الابلكيشن حقي غير موثوق هذا برضه تحدي يحفر مشكله لازم احلها، وانه كيف اخلي الابلكيشن حقي صدق انه يتكامل مع الكلاود والاجهزه حق او خدمات الانترنت، هذه كلها تحديات راح تواجهنا
في بناء وتطوير الموبايل ابلكيشن. الان راح نشوف ايش هو الدعم اللي احنا راح نستخدمه او ايش الدعم عشان انا ابني الابلكيشن هذا اللي يكون معتمد على الموبايل او يشتغل على الموبايل. احنا عرفنا انه عندي مجموعه احنا عرفنا قبل شوي ان احنا راح تواجهنا مجموعه من التحديات في بنائي للابلكيشن اللي يكون معتمد على موبايل. لو انا اخذت بعين الاعتبار كل هالتحديات وانا انتبهت لكل هالتحديات الان راح ابني فعلا راح ابني الان الموبايل اللي يشتغل على الابلكيشن بعد ما اخذت بعين الاعتبار كل هالتحديات وفهمت ودرست التحديات هذه وقدرت اني اواجه التحديات. المفروض الان اني ابدا الان في تطوير الابلكيشن اللي يشتغل على الموبايل. فالمفروض انه الان لما ابدا الحين ابرمج او لما ابدا الان اطور اسوي ديفلوبمنت ابدا الان اطور ابلكيشن يشتغل على موبايل المفروض اني اخذ بعين الاعتبار هذه اخذ بعين الاعتبار انه انا والله لازم اخلي الابلكيشن حقي يشتغل على اكثر من منصه اخليه يشتغل على اكثر من نظام اخليه ما يكون استهلاكه عالي ما يكون عنده الباندوث قليل في استهلاك الشبكه ما يكون عنده يعني احجام شاشات محدوده ما يكون غير موثوق يكون يعني يتعامل مع السحابه والكلاود والخدمات الانترنت. فلازم اخذ بعين الاعتبار كل هذه التحديات عشان اقدر ابني موبايل ابلكيشن واواجه كل هذه التحديات. الان راح ناخذ ايش هي الاشياء اللي راح تساعدني عشان انا اقدر اني ابرمج او اقدر اني اطور اسوي ديفلوبمنت اطور الابلكيشن يشتغل على الموبايل. في اشياء تدعمني في عمل التطوير. يعني انا راح نتناول الان ايش هي الاشياء. طبعا عندنا احنا ثلاث اشياء رئيسيه، هذا الشيء الاول، هي الشيء الثاني وهي الشيء الثالث. اوكي طيب، عندنا ثلاث اشياء رئيسيه راح تدعمني اوكي عشان اطور ابلكيشن يشتغل على الموبايل. الشيء الاول انه انا اصلا ما راح اقدر اطور او ما راح اقدر ابرمج ابلكيشن يشتغل على الموبايل الا باستخدام لغه برمجه معينه اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. اوكي، اللي هي الاوبجكت اورينتد لانجويج. انا عندي بعض من لغات البرمجه راح استخدم لغه برمجه عشان اقدر اطور برنامج او ابلكيشن يشتغل على الموبايل. طبعا انا اكيد اني ما راح اسوي ابلكيشن او ما راح اسوي ابلكيشن يشتغل على الموبايل كذا لحالي من الصفر، اكيد اني راح استخدم لغه برمجه معينه اللي هي اوبجكت اورينتد. هذه اللغه بعد ما اكتب الكود راح ينتج عندي ابلكيشن شغال على موبايل. طيب اذا انا ابغى اشغل من امثله على لغات البرمجه اللي هي الاوبجكت اورينتد، عندنا لغه سويفت وعندنا لغه الجافا وعندنا لغه الكوتلين. اذا انا ابغى اسوي ابلكيشن يشتغل على نظام الاي او اس راح استخدم لغه البرمجه اللي هي سويفت، اللي هي الاوبجكت اورينتد اللي هي سويفت. اذا انا ابغى اسوي ابلكيشن ابغى ينتج ابلكيشن يشتغل على نظام الاندرويد، اذا راح اطوره باستخدام لغه البرمجه اما الجافا او الكوتلين. هذا الشيء الاول، يعني انا راح استخدم لغات البرمجه عشان ابني الكود عشان يطلع معي بالاخير ابلكيشن. طب غير الشيء هذا راح استعمل الكروس بلاتفورم فريم وورك. بمعنى ايش يعني كروس بلاتفورم فريم وورك؟ بمعنى انه انا عندي بعض من لغات البرمجه لما استخدمها هذه اللغه، لما انا استخدم اللغه هذه في بناء الابلكيشن راح ينتج انه هذا الابلكيشن يشتغل اكثر على اكثر من منصه او على اكثر من نظام. بمعنى عندي مثلا بعض الادوات اللي راح تمكنني، عندي بعض الفريم وورك او بعض الادوات هذه التولز او هذه الفريم وورك راح تمكنني انه لما انا ابرمج باستخدام هذه الادوات راح تمكنني انه الابلكيشن حقي اللي راح ينتج راح يشتغل اكثر من نظام. مثلا لو انا استخدمت هذه الادوات الاداه هذه اللي اسمها الفلتر، لما انا اسوي الابلكيشن حقي باستخدام الاداه اللي اسمها فلتر راح تخلي الابلكيشن حقي يشتغل على نظام الاي او اس وكمان يشتغل على نظام الاندرويد، يعني يشتغل على نظامين على اكثر من منصه. هذه كلها ادوات راح تساعدنا، زي عندنا فلتر، زي عندنا الاكسامرين، كثير من عندنا من الادوات، عندنا الاكسامرين، تيتانيوم، الفون جاب، كل هذه عندنا اللغات اللي لما استخدمها لما انا ابرمج او لما انا اطور ابلكيشن حقي باستخدام احد هذه الادوات راح يطلع عندي ابلكيشن يشتغل على اكثر من منصه او على اكثر من نظام او على اكثر من بلاتفورم، يشتغل على نظام اي او اس وعلى نظام الاندرويد. فهذه برضو امثله على اشياء راح تساعدنا في بناء الابلكيشن. طيب، وهذه كلها امثله على ايش؟ على اللي هو اللي تسميها كروس بلاتفورم فريم ورك. برضو عندنا السكريبتنج لانجويج. السكريبتنج لانجويج اللي هي اللي تكون اللغات الوصفيه، مثلا عندنا من امثله على السكريبتنج لانجويج اللي عندنا اللي هي الجافا سكريبت والروبي. هذه برضو اللغات اللي هي الجافا سكريبت والروبي امثله على الجافا على السكريبتنج لانجويج. هذه السكريبتنج لانجويج برضو راح تمكنني اني اسوي ابلكيشن يكون كروس بلاتفورم، يعني يكون عنده منصات متداخله، بمعنى ان الابلكيشن راح اسويه باستخدام هذه اللغات راح يكون يشتغل اكثر من منصه. هذا شيء ثاني. طب الشيء الثالث انه انا راح استخدم السي اند السي بلس بلس اللي هم يعتبرون ايش؟ يعتبرون نيتف كود. مهم نعرف انه السي والسي بلس بلس يعتبرون ايش؟ نيتف
كود. بمعنى الآن أحيانا إنه أحتاج أنا أسوي أبليكيشن أوكي، يكون هذا الأبليكيشن أبغاه يوصل لعمق أوكي لعمق الجهاز. يعني مثلا أنا أبغى أسوي أبليكيشن أبغى أخلي هذا الأبليكيشن يوصل للسيبي وحق الجهاز، المعالج حق الجهاز، أبغى يوصل الميموري حق الجهاز، أبغى يوصل للبصز اللي داخل الجهاز، أبغى يوصل لعمق للبنية التحتية حق الجهاز. في هذه الحالة أنا ما راح أقدر أصلا أوصل للبنية التحتية أو ما راح أقدر أتعمق أصلا في الجهاز إلا بعد ما أستخدم لغة برمجة، أو إلا بعد ما أخلي هذا الأبليكيشن أصلا. يعني أنا عشان أخلي الأبليكيشن يوصل لعمق الجهاز لازم يكون هذا الابليكيشن اصلا مبني بلغه برمجه تكون يفهمها الجهاز، وتكون لغه البرمجه هذه اللي مبني منها الابليكيشن لغه قريبه من الجهاز. بمعنى مثلا انا عارفه ان الجهاز اصلا ايش لغته، الجهاز لغته لغه الباينري اللي هي 0 وال1 صح، او مثلا لغه الاسمبلي لغه قريبه جدا من الجهاز ويفهمها الكمبيوتر. مثلا عندنا لغه السي، ولغه السي بلس بلس يعتبرون نيتف كود، يعتبرون لغه بدائيه. بمعنى انه الجهاز اي جهاز عندي بالحياه او اي كمبيوتر عندي بالدنيا يفهم لغه السي ويفهم لغه السي بلس بلس اكثر من يفهم السويفت والجافا. ما يفهم جافا والسويفت وكوتلين وكوتلين اوكي. فالجهاز بطبيعته جهاز يعني بدائي، فهو يعني يفهم لغه السي ويفهم لغه السي بلس بلس اكثر، يعني اقرب له، اقرب هذه اللغات اللي لغه السي ولغه السي بلس بلس تعتبر لغات اقرب للجهاز. فانا اذا انا ابغى اسوي ابلكيشن يكون يوصل لعمق الجهاز ويدخل في الجهاز وفي عمق الجهاز مثلا يوصل للسي بي يو يوصل للميموري، فلازم انا استخدم، لازم انا ابني الابلكيشن هذا بلغات تكون قريبه اصلا من الجهاز زي لغه السي ولغه السي بلس بلس. السي بلس بلس يعتبرون لغات مبدئيه نيتف، فمهمة ترو فولس انه السي والسي بلس بلس عباره عن نيتف كود، يعني كود مبدئي يفهمه الجهاز بشكل يعني سريع. فانا راح استخدم لغه السي ولغه السي بلس بلس عشان اتكامل في تطوير الموبايل ابلكيشن. هنا معطيك رسمه على الاندرويد فريم ورك سبورت، يعني ايش هي الفريم ورك اللي هي راح تدعم تطويري للاندرويد. طيب راح نوقف هنا ونكمل هنا ان شاء الله المحاضره القادمه.